استاذ وائل، هو الكابتن زيزو من الذي عينه مديرا لقطاع الكوره؟ مين حضرتك اللي جابه مدير قطاع كوره؟ الكابتن زيزو كان بعيد عن النادي الاهلي بقاله كام سنه؟ كان بقاله كام سنه؟ ما حد يقول لي كان مبعد مستبعد. بقاله السنين يعني، لا 3 سنين، سنين طويله. ثلاث سنين. انا لا احب برضو، انا مش عايز، ما هو الكلام يا استاذ وائل، انا عمري ما بحب اقول هو في مؤسسه ليس بها اخطاء، في اي مؤسسه لا ما فيش مؤسسه ملائكيه يعني، كل المؤسسات فيها اخطاء يعني. انا عتابي على عبد العزيز عبد الشافي انه استقال على الهواء قبل ما يقدم استقالته او قبل ما يكلمني. انا كنت بتكلم قبلها ب 48 ساعه مع عبد العزيز، وبنتكلم بنتناقش في حاجات، انما اذا كان بس لا 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 يمكن، ما قالش لحضرتك على انه في هناك ما اطلاقا انا بقول لك على اطلاقا لم يذكر اطلاقا. انما اللي انا عايز اقوله مش دي، اللي انا عايز اقوله هو من كان المسؤول عن قطاع الكره؟ مش عبد العزيز عبد الشافي؟ واذا كان اذا كان حاسس انه بقاله 3 اشهر مهمش، هو جه قال لي انا مهمش، بس انا مش عارف هو مهمش في ايه؟ هل هو مهمش فنيا؟ لان انا لم اكن اخذ اي قرار، وبالمناسبه دي انا ما بتعاملش مع حد في الكوره غير مدير قطاع الكوره، الا اذا مدير قطاع الكوره لاي ظرف غير متواجد بتعامل مع مدير الكوره. اذا كان هناك امر يستدعي ذلك، انا لا اتدخل في اختيارات لاعبين، لا اتدخل في اختيارات مدربين الا بعد التشاور مع قطاع الكوره اللي موجود. والكابتن عبد العزيز بقاله سنه مدير قطاع كوره، ولماذا هم مش في ايه؟ يعني انا الحقيقه اللي مش قادر افهمه. ما هو قايل في بيانه هنا عدم وضوح معالم دوري كمدير لقطاع الكره مما جعل خبراتي وعلمي لا قيمه لهما، وقال كمان يتم نزع صلاحياتي تدريجيا، وقال كمان إن للأسف لم أجد استجابة مطلوبة لإنقاذ الموقف، قدم مقترحات كثيرة، ودايما في تشكيك في الدور اللي بيلعبه. لا ما لا لم يقدم اقتراحات من قطاع الكرة بأي حاجة إلا في اختيارات اللاعبين. طيب ممكن فقط. لم يقدم أي مقترحات لأي حاجة. وبعدين مع كل الاحترام لزيزو، وزيزو اخ عزيز وبعتز بيه، وزي ما قلت لك انا اقتناعي بعبد العزيز، احنا اللي جبناه النادي الاهلي، احنا رجعناه النادي الاهلي بعد ما كان مستبعد من النادي الاهلي. كابتن عبد العزيز لم يقدم لا تقارير ولا اقتراحات ورفضت او غمشت. يعني طيب ده مش مظبوط يعني الكلام؟ وكان التعامل مع يا استاذ عصام، انا ما بقولش مظبوط ولا مش مظبوط، انا بقول لك لم يقدم. مظبوط ولا مش مظبوط بقى احكم انت عليها. طيب هو انا والله خليك تسال بس عشان الجزء ده ما حاولتش تكلمه، اصلا مهتم شويه بالاخبار. بعت له مسج قال له خلينا اصدقاء. ما حاولتش تكلم الكابتن زيزو يا باشمهندس محمود، ولا انت بتقول حزين ان هو اعلن ده على الهواء يعني؟ بالظبط كده يعني، لو 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 هناك لو هو عنده مساحه للكلام كان كلمني، انما ان عبد العزيز عبد الشافي يطلع يعلن استقالته على المواقع والاعلام قبل ما يقدمها رسمي او قبل ما يقدم، طب هل ده اجراء كليم؟ ما جايز فاض الكيل به. ما انا فاضت كيل بيا، ما اعمل ايه يا استاذ وائل؟ انا بشوف